بل ربما لأول مرة تتعين رئيسة حكومة في الوطن العربي، هذه إضافة أخرى. هذا تكريس لدور المرأة الريادي وترسيخ لدورها في تحمل المسؤوليات القيادية. علاش ما ننظروش لهذه الزاوية؟ علاش ما ننظروا كان للزوايا الأخرى السلبية في هذه العملية اللي قام بها الرئيس قيس سعيد؟ ربما نجم نصفها سياسيين بأنها عملية ذكية جدا من طرف الرئيس قيس سعيد لتجميل كما قال سمير وجه الانقلاب. شو أنا كنا يا حبذا كنا سنبتهج معناها شديد الابتهاج ونفرح ياسر بتعيين امرأة لأول مرة في تاريخ تونس على رأس الحكومة. كما قلنا ماهيش رئيسة حكومة، لأنه رينا في كلمة التعيين المقتضبة متاع رئيس الجمهورية يقول أنها معينة للفترة لمدة الفترة الاستثنائية. معناها مش وقتاش. معناها جيستيون كورونت ديزافير كورونت. أي فترة استثنائية. نجم الطول صحيح. كن يا حبذا لو عوينت في إطار آخر غير إطار اللا شرعية وإطار اللا قانونية واللا دستورية، كنا باش نفرح والشعب التونسي كان يفرح ياسر، وكنا باش نفتخر بها، وتكون هذه معناها بمثابة جائزة نوبل أخرى معناها ثانية معناها توسم بها صدر تونس. لكن هات نشوفوا معناها نحاولوا باش نفهموا، ديما الغموض موجود في إدارة السيد الرئيس وفي تواصله مع الشعب التونسي. هات نشوفوا علاش علاش عين امرأة. حسب الظاهر انه معناها السيد الرئيس عين امرأة لانه باش يحقق بعض النقاط، مش امرأة لانه معناها ربما يؤمن بقدرات المرأة وبحقها في معناها اعتلاء المناصب الاولى في تسيير الدولة، شأنها شأن الرجل وكذا، وفي اطار حقها من حقوق المرأة اللي ناضلوا عليها معناها اجيال واجيال. لكن الظاهر انه معناها بهذا التعيين، تعيين امرأة مش تعيين رئيس الحكومة، تعيين امرأة اراد ان يسجل نقاط بعد فقدان. فرحتني معناها سي نور الدين، انت رئيس ولا يلعب في السياسه معناها يخدم السياسه ولا يلعب يعني في السياسه، لانه السياسه معناها رئيس جمهوريه بعد نعم، لانه السكته هذيك نتاع شهرين وكل كذا والانتظار كذا يقول لك، وكذلك معناها تفاقم الرفض الشعبي والرفض الدولي للانقلاب وللتجاوزات الدستوريه والقانونيه، معناها بهذا التعيين لامراه على رئيس الحكومة فما ما نخبيوش نعترفوا اللي سجل نقاط، ولكن سجل نقاط رجع بها أكل 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 اللي خسروا معناها شعبيا وخسروا معناها شرعيا وخسروا معناها على مستوى الدول على مستوى الداخل. لكن هات نشوفوا ايش ربحت المرأة. أنا تسخفني هذه مدام بودن. نعم. تسخفني. علاش تسخفني؟ وانا إشارة للنساء هوني اللي احنا نقفوا معاهم في نضالهم لكي تعتلي وترتقي المرأة وتعتلي معناها اهم المناصب معناها القيادية، لانها في نفس القدر من الكفاءة الرجل. لكن نقول لهم ردوا بالكم يا اخوات، راكم غلطين، لانه تعيين السيدة بودن في الظرف هذايا من اللا مشروعية وفي الظرف هذا من اللا شرعيه واللا دستوريه، راو بشي راو 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 مآلاته والنتائج نتاعو في صوره الخساره او في صوره الفشل او في صوره النجاح، سيضرب معناها صوره كفاءه المراه لوقت طويل في المستقبل، لانه تعيينها هذايا بالظروف هذه ومعناها الصعبه ومجابهتها ستواكب وستجابه معناها شخصيه صعبه كرئيس الجمهوريه بدون صلاحيات معناها واسعه وبدون معناها سلطه حقيقيه كما معناها كالسلطه التي اسندت لرئيس الحكومه من خلال قانون من خلال دستور 2014. هذه عناصر معناها موضوعيه ربما نستجلي منها معناها فشل ربما يكون، والفشل هذا سيؤثر على نظر المرأة وسيؤثر على صورة المرأة، فبالتالي ما نفرحوش ياسر أن المرأة اعتلت هذا 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 المنصب في هذا الظرف، لأنه معناها فقدانها الساعة فقدانها للشرعية. ماك تعرفوا شكون اللي دخلت شرعية المرأة هذه؟ العملية بكلها برمتها، عملية معناها تعيين رئيس الحكومة المرأة هذه
فقدان الشرعية في العملية كلها الدستورية وفقدان القانونية وفقدان الدستورية هذا معناها واش قال أمر تعيينها سي نور الدين يقول أيوة. أمر رئاسي عدد 131 لسنة 2021 مؤرخ اليوم 29 سبتمبر يتعلق بتكليف تشكيل الحكومة أن رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور دونك الشرعية نتاعه هي شرعية الدستور وخاصة على الفصل 80 وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 دونك هذه هي المرجعيات القانونية الدستور الفصل 80 اللي يعطيه إجراءات استثنائية والأمر 117 على أساسها تم تكليف السيدة نجلة بودن.